يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن أخذ الحصى للرمي يكون من داخل الحرم، فهل من أخذ الحصى من عرفة عليه شيء إذا كان جاهلا بالحكم؟ وهل يجزئه ذلك أم عليه الإعادة؟ ما يجزئه، عليه فدية، عليه فدية يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء، لأنه لا يجوز الرمي إلا من حصى الحرم داخل الأميال. نعم.